بسم الله الجميل الذي يحب الجمال خالق هذا الكون البديع كأجمل رسالة حب لمخلوقاته. دي حلقة من سلسلة حلقات أحلام نجيب محفوظ بنحاول فيها نوسي تذوق الجمال الأدبي لآخر إبداعات عظيم الأدب العربي أستاذ الحبيب نجيب محفوظ. النهاردة الحلم رقم 234 ويبدأ هكذا: رأيتني صاحب مزرعة أنشأت بها قرية حديثة فيها ماء نقي وكهرباء، وفي القرية أيضا وحدة صحية ووحدة تعليمية ومسجد وكنيسة، وضاعفت أجور العاملين، وإذا بمأمور المركز يقول لي: أنت متهم بالفوضوية وإحراج الملاك من حولك وتحريض الفلاحين الأبرياء على التمرد. الله، بصوا الأمثلة، أمثلة في غاية الروعة وفي سطور قليلة جدا، أمثلة جميلة جدا تعبر عن الواقع. ده مش خيال، ده الواقع. الواقع، أيوة الواقع، إنه اعظم الأشياء هذا المثل، هذه القرية النموذجية اللي الناس فيها بيلاقوا تعليم كويس ورعاية صحية ومسجد وكنيسة مساواة وحرية، ويحسن أجور الناس، يلاقي اللي يهاجمها، يلاقي اللي يهاجمها يلاقي اللي يهاجمها. فكرنا بثورتنا، ثورة يناير العظيمة المغدور بيها، خرج شعبنا، ثورات الربيع العربي، خرجت الشعوب دي تطلب ايه؟ تطلب ايه؟ تطلب الحرية، تطلب الكرامة الإنسانية، تطلب لقمة عيش نظيفة محترمة. فوجهت بمن يعترض عليها ومن يقاومها ومن يقف مع الطغاة، مع الحاكم الدكتاتور الطاغية المستبد الفاسد ضد إرادة شعب بيطلب الحرية والكرامة والعيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية. دي طبيعة الوجود. هنقول ايه؟ وهذا ما قدر الله لنا ان نقوله، والله اعلم.